فيديو النهاردة في الإدارة المالية هنبدأ نتكلم فيه على الفاينانشال ريشيوز. في الفاينانشال ريشيوز أقدر أحكم على أداء الشركات وأقدر أقيم أداء الشركات، والعلم دوت علم كبير جدا بيهتم بيه إدارة الأموال. عشان كده في محاضرة النهاردة والفيديو بتاع النهاردة هنهتم بيه هنتكلم بالريشيو أناليسيس، التحليل المؤشرات المالية، وده بيساعدني إن أنا أستخدم وأقيم أداء أي شركة وأدائها التشغيلي، وأتحرك بعد كده أقدر أقيم أداء هذه الشركة مقارنة بالإندستريز أو الشركات اللي موجودة في نفس الصناعة. بقصد بكلمة بنفس الصناعة يعني computer with computer, industry with the same industry، لو بتكلم بريتيل وأنذر ريتيل وهكذا. طيب، وأقدر كمان أقيم أدو أصول الشركة وكيفية إدارة هذه الأصول الشركة والمؤشرات اللي بتأثر فيها، واختم كمان الفيديو بتاع النهاردة بالـ other values اللي أنا أقيمها زي الـ earning per share أو قيمة السوقية بتاعت الشركة. لو هنيجي نتكلم على ratio analysis هنتكلم على أربع حاجات نفتكرهم مع بعض: الأرباح profitability، النشاط الactivity والindustry analysis والutilization، وثلاثة الliquidity السيولة، ورابعا هنتكلم على إدارة المديونية. طيب، عشان أحكم على أداء أي شركة لازم أبقى عندي معيار للمقارنة أو معيار للتقييم. عندي نوعين من معايير التقييم، حاجة اسمها trend analysis، وده اللي أنا بقصد بيه أقيم أداء الشركة خلال فترة زمنية، أو إن أنا أقيم أداء الشركة خلال فترة زمنية مقارنة بشركات أخرى، وده بيوريني صورة الأداء بتاعت الشركة نفسها وتقييمها للبرفورمس، وأتحرك بعد كده أدور على كمان على الشركة دي هل هي بتحقق استقرار في المؤشرات بتاعتها ولا لأ. تاني حاجة عندي cross sectional، يبقى أول حاجة كانت الترند، التاني cross sectional، وبقارن بأداء الشركة بالصناعة نفسها. عايز أوصل بحضراتكم إزاي نكتب هذا التقييم في الآخر. أنا همشي مع حضراتكم واحدة واحدة بهذه المؤشرات الـ 13، هتكلم فيها على profitability والـ asset utilization والـ liquidity والـ debt utilization عشان أقدر أقول هل الشركة ديت الأداء بتاعها كويس ولا وحش، ونقدر نكتب هذه الكومنت هل هو أفضل أم هو ليس جيد. طيب، قبل ما نبتدي ونبص على الـ trend analysis والـ computer industry، هل حضراتكم تقدروا تقولوا لي ده trend analysis ولا benchmark ولا cross sectional؟ لو شفنا كده نلاقي ان في عندنا شركتين، يبقى ده شركتين، يبقى انا كده بكمل cross sectional. ما دام عندي شركتين يبقى انا هعمل benchmark. لو انا عندي جايبه احسن شركه في السوق يبقى ده اسمه benchmark بتاعي. لو انا عندي فتره زمنيه يبقى ده trend analysis. ايه ده انا كده اقدر اعمل الاثنين مع بعض؟ ممكن اعمل trend analysis وكمان اقدر اعمل with the benchmark او الـ computer industry best practice. نفتكر كده مع بعض شويه حاجات. ان انا عندي حاجه اسمها profitability، والprofitability بتعتمد على قدره الشركه على تحقيق ايرادات معينه زي المبيعات زي الاصول. ديت مهمه جدا قدرتها على توفير هذه الاصول وشراء هذه الاصول والتمويل كمان. يبقى ده اللي احنا هنتكلم فيه على measure ability to earn adequate returns. نتحرك بعد كده نتكلم فيه على الاسيت يوتيلايزيشن، وكلمه الاسيت يوتيلايزيشن بتهتم بالقدره على الشركه في السرعه على تجميع الاموال لديها الخارجيه لديها، اللي بنسميها الاكونت ريسيفبل، وان هي تقدر تبيع المخزون بتاعها، وان هي تقدر تحقق لونج تيرم اسيتس افيلبل انسايد ذا كومباني. بعد كده هنروح ازاي لمؤشرات السيوله، ومؤشرات السيوله دي بتوريني باي اوف شورت تيرم اوبليجيشن، ازاي تقدر تسدد الالتزامات الماليه اللي عليها. ونختم الفيديو بتاعنا بالديت يوتيلايزيشن ريشيو، وازاي الاوفر ديت بوزيشن، وهل الشركه في وضع مديونيه سيء ام وضع مديونيه جيد، قدرتها على تحقيق ايرادات عشان تسدد المديونيه اللي عليها. طيب، نبتدي باول مؤشر بروفيتابيليتي ريشيو. اول ريشيو عندي اسمه جروس بروفيت مارجن، وده لو انا جيت عايز احسب الجروس بروفيت مارجن لسنه 2012 يبقى انا عندي السيلز ماينس الكوكس. اخذت السيلز وجبتها من الكوكس بتوم من الانكم ستيتمنت، هعمل comparison with respect وعمل لها dividing بالسيلز يديني الجروس بروفيت مارجن. الرقم اللي قدامي 32.1 ده رقم كويس ولا وحش؟ نفتكر كويس جدا مع بعض ان البروفيتابيليتي ذا هاير ذا بيتر. طيب، السنه اللي فاتت كنت 33% و3.3، السنه دي انخفض الاداء بتاع الربحيه بتاعي ذا هاير ذا ريشيو، لكن الرقم هنا انخفض، فبالتالي البرفورمانس بتاعي ما بقاش جيد. جروس بروفيت مارجن فيرست ريشيو. نروح بعد كده للاوبريتنج بروفيت مارجن. اوبريتنج بروفيت مارجن انا عايزه ادور فيها على الاوبريتنج بروفيت. بعض الكتابات وبعض الكتب بيسموها earning before interest and tax. earning before interest and tax يعني الارباح اللي عندي قبل ما اسدد الفوائد وقبل ما اسدد الضرائب، دي بنسميها operating profit.
هاخد الرقم بتاع الاوبريتنج بروفيت واعمله ديفايدد باي ده جروس سيلز اللي موجوده عندي او السيلز اللي موجوده عندي، يديني اوبريتنج بروفيت مارجن. طبعا نخلي بالنا ان انا كل ما بعمل سبتراكشن كل ما البرسنتج نفسها هيحصل لها ديكلايننج، وبالتالي لو جينا بصينا هنا في 2012 لقيتها 13.6%. طب الرقم ده افضل ولا اسوأ؟ السنه اللي فاتت كنت بحقق اوبريتنج بروفيت مارجن 11.8، السنه دي كام؟ 13.6. طب ده كويس ولا وحش؟ ده كنا احنا يلين ان the better the ratios the higher the profitability ratio the better. يبقى ده معناته هنا ايه؟ ان البرفورمنس بتاع الشركه بقى افضل concerning the operating profit margin. طيب نيجي بعد كده كمان لاخر ريشيو عندي، حاجه اسمها net profit margin، الصافي بقى بعد ما بدفع كل الضرايب واسدد الفوائد وكمان ادفع الاسهم المميزه ووزع الارباح بتاعت الاسهم البريفيرد ستوك ديفيدنس. هنلاقي ان النت بروفيت، هاخد النت بروفيت اللي موجوده عندي او ساعات بنسميه earning available for common stock، الفلوس المتاحه اللي توزع على الاسهم العاديه، اقارنها بايه؟ هبدا اقارنها بالمبيعات اللي موجوده عندي. طب الرقم ده 7.2 ده كويس ولا وحش؟ طب السنه اللي فاتت كان كام؟ 5.4، السنه دي بقت ايه؟ 7.2، يعني النسبه بتاعتي زادت، يبقى the higher the better. دي اسمها profitability ratio، gross profit margin, operating profit margin, net profit margin. نروح بقى عايزة أشوف الـ earning per share، كل سهم من الشركة اللي عندي دي هتاخد كام تقريبا؟ احنا قلنا إن الفلوس المتاحة 221,000، طب عدد الأسهم كام؟ 76,262، يبقى كل سهم واحد، كل واحد عنده سهم هياخد كام؟ 2.9، ده أفضل ولا أسوأ؟ والله لو السنة اللي فاتت كنت باخد 1 دولار والسنة دي بقيت اخد 2.9، طبعا يعني كده معناته ان القيمة بتاعت السهم نفسها ارتفعت، the higher the better. نختم بأهم مؤشرين ودايما بنستخدمهم في الكابيتال بادجيتنج تكنيكس اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي return on assets و return on equity. يعني انا عايزة اشوف الفلوس اللي مبقية ديت للأسهم العادية اللي موجودة عندي تمثل كام في المية تقريبا من اجمالي الأصول، أو الفلوس المتاحة دي اللي أنا هوزعها على المساهمين بتمثل كام في المية من قيمة الأصول اللي أنا عندي في هذه الشركة. طبعاً أنا لما أجي هعمل الـ total earning available for common stock divided the total assets هلاقي النسبة عندي 6.1، ده نسبة كويسة ولا وحشة؟ هنيجي نقول ونأكد مرة تانية إن the higher the ratio the better. طيب نيجي نكمل بقى مين بالـ return on equity، العائد على حقوق الملكية. طيب انا جبت الريشيو بتاعتي وعارفه ان الايرننج افيلبل فور كومن ستوك 221,000، والكومن ستوك هولدرز المشاركين اللي عندي والمؤسسين الموجودين عندي قيمه الايكويتي بتاعتهم 1,754,000، النسبه هنا كام؟ 12.6، يعني هياخدوا كام تقريبا؟ 12.6، the higher the ratio the better. طيب نراجع كده مع بعض ونبص على البروفيتابيلتي ريشيو. اول حاجه عندي في البروفيتابيلتي ريشيو لقينا ان انا عندي نت انكم ديفايدد باي 6، خدت النت انكم ديفايدد باي سيلز، وايه ده؟ هنا انا عندي شركتين او عندي شركه والاندستري نفسها. طبعا انا لو جيت ببص على 5% لقيت ان ال 5% ديت اقل من الاندستري، يعني الشركات المماثله اللي زي في الصناعه بتحقق نسبه اكبر مني. جميل جدا، يبقى انا هنا البرفورمنس بتاعي ماله منخفض. نيجي نبص على الريتيرن اون اسيتس اللي هي النت انكم اوفر توتال اسيتس اللي احنا كنا لسه قايلينها ايرننج افيلبل كومن ستوك على التوتال اسيتس 12.5%. طب والاندستري كام؟ 10%. لا ده انا هنا المؤشر بتاعي افضل في الفلوس اللي هتتحققت من الاصول اللي موجوده عندي، the higher the ratio the better. في فورمولا ثانيه نستخدمها مع بعض كمان شويه، ان انا ممكن اجيب النت انكم اوفر سيلز تايمز السيلز اوفر توتال اسيتس، ودي بتمثل لي التوتال اسيت تيرن اوفر، ودي لسه كنا قايلين عليها حالا اللي هي البروفيت مارجن. لما هاخد التو ريشيوز دولت هيديني برضو الـ ROE اللي هي هتبقى بنفس القيمة بس بطريقة مختلفة تديني 12.5%. لو هتكلم على نفس الاندستري هتديني نفس البرسنتج، كل الطرق بتؤدي إلى روما بس بطرق مختلفة. يبقى هنا 12.5% وهنا 10%، يبقى برضو أنا أحسن من الاندستري الموجودة في الـ ROE، بس الاندستري أحسن مني في الـ Profit Margin. الريتيرن ان ايكويتي كنا لسه حاسبينه مع بعض، وكنا قلنا بنقول الايرننج افيلبل فور كومن ستوك هولدر او النت انكم اوفر الايرننج افيلبل فور كومن ستوك هولدرز لقيتها انها بتمثل كام؟ ايرننج افيلبل فور كومن ستوك هولدرز ديفايدد باي ايكويتي بتمثل 20% وهنا بتمثل 15%. The higher the ratio the better. ممكن احسب كمان الار او اي، ريتيرن ان ايكويتي عباره عن ريتيرن ان اسيتس ديفايدد 1 ماينس الديت ديفايدد الاسيتس، يبقى هنا برضو انذر ابروتش اقدر احسب بيه.
طب ليه بناخد التو ريشيوز دولت؟ لان احنا عندنا اناليسز لحاجه اسمها ديبون سيستم اناليسز، وده بيوريني الرضا عن الريتيرن ان اسس، ان انا راضيه عن البرفورمانس بتاع الريتيرن ان اسس ولا لا. طبعا the high profit margin the better for me. Rapid asset turnover generating more sales. لو انا جمعت الاثنين دولت مع بعض، ال profit margin وال asset turnover يديني ال ROE بتاعتي، وبالتالي اقدر اقيم ال performance بتاعت الشركة عن طريق ال profit margin وال asset turnover. لو جينا بصينا كمان ال return on equity بتوريني ايه؟ ان ال high return on total assets بديني generous utilization of debt. الكومباينيشن بتاعهم هما الاثنين يديني الريتيرن اون ايكويتي. ديبو اناليسيس عباره عن مجموع الاثنين، مجموع مين؟ النت انكم والديتا اللي موجوده من الانكم ستيتمنت والديتا اللي موجوده من البالانس شيت. الديتا اللي جبناها من الانكم ستيتمنت اللي بتمثل النت انكم ديفايدد باي سيلز يديني profit margin، يبقى أنا كده قدرت أوصل لل profit margin ratio. ولو جبت الداتا بتاعتي بتاعت السيلز وعملت لها divided بالtotal asset turn total asset يديني الasset turnover. اللي لونهم green الboxes اللي لونها green dishes are the items that أنا أقدر أجيبها من البالانس شيتس. الitems اللي لونها orange دي أنا أقدر أجيبها من الانكم ستيتمنت. طيب لو أنا قدرت أوصل للasset turnover وأخد كمان لل profit margin يديني return on assets. ولو انا قدرت اخد التوتال ديت واخد بالريسبكت تو ذا توتال اسيتس يديني الفاينانسنج بلان بتاعتي. How can I finance it? If I multiply return on assets for return on assets بتاعتي divided 1 minus the debt يديني return on equity. So these are the summary of all what we explained in the Dupont ratio والprofitability ratio اللي انا اقدر اقيم بيها اداء الشركه. Dupont system analysis ده بيمن one of the essential financial condition الموقف المالي للشركة، وده بيقدر يوريني الدمج ما بين الـ income statement والـ balance sheet، وده كمان بيساعدني ان انا اقدر اوري a series of equations زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض، الـ ROE اللي هي net profit times the total asset turnover. ولو انا عملت عملية substitution بسيطة بالـ return on assets اللي هي let's say for example given 7.2 اللي هي الـ earning available for common stock divided by sales times the sales اللي هي total asset turnover هديني الـ ROE. So this is another approach where you can find the return on assets. طب الـ return in equity. Return in equity اقدر استفيد من الـ return on assets اللي انا لسه حاسباها اللي هي كانت 6.1% from the same example، واعملها multiplication في الـ financial management بتاعتي يقدر يحقق لي ان انا اقدر اوصل للريتيرن الايكويتي اللي هي 12.6. يبقى خلي بال حضراتكم ان انا اديتكم كده different criteria ادي 6.1 different examples عرفنا فيها منها ديبون، وعرفنا كمان ان انا اقدر اعمل comments مع بعض ازاي على الريشوز اللي موجوده عندي سواء كانت ريتيرن الايكويتي او ريتيرن الاس. بعد ما خلصنا كده مع بعض الـ profitability ratio نقدر نتحرك مع بعض ونروح لمين؟ الـ second types of assets utilization ratio which is the most important one. عايزة أشوف أنا بلم فلوس اللي ليا بره بعد كام يوم لو أنا بشتغل on credit. اللي إحنا بنحتاجينها بنستخدمها في نقول عليها حاجة اسمها average collection period، عدد الأيام اللي أنا بحتاجها عشان أجمع فلوسي اللي موجودة بره. هدور على account receivable، و account receivable زي ما حضراتكم شايفين بتبقى موجودة في البالانس شيت. هاخد الاكونت ريسيفبل واعملها ديفايدد بالافرج سيلز. السيلز بنجيبها من الانكم ستيتمنت، ولو عايز اجيب الافرج سيلز يبقى انا هجيب السيلز ديفايدد 365. يبقى انا كده اكونت ريسيفبل بالانس شيت افرج سيلز اخدتها من الانكم ستيتمنت 365 يديني 59.7 دي. طب الرقم ده كويس ولا وحش؟ والله the shorter the better في الاسيت يوتيلايزيشن ريشيو وسبيشلي في الافرج كولكشن بيريد. The better لأن أنا بلم الفلوس اللي ليا بره in the shorter time وأقدر أعيد استخدامها. بعد ما عملنا الـ ACP average collection period محتاجين نشوف الفلوس اللي أنا هسددها الـ average payment period أخبارها إيه. هبص على accounts payable وبرضه دي بنجيبها من البالانس شيت بس هجيبها من الـ liability والـ stockholder owner's equity. عشان كده هنا هنبص إن أنا الـ accounts payable هعمل لها divided by average purchase. ما عنديش purchases في الـ income statement ولا الـ balance sheet. بس بيبقى كاتب لحضرتك نوتس ان البرشيزز بتمثل برسنتج في الاكزامبل هنا زي ما حضرتك هتبقوا شايفين بتمثل تقريبا 70% من الكوجز، والكوجز دي بتبقى موجوده في الانكم ستيت. طب اخدت الاكونتس بيبل
وقسمتها على الـ average purchases per day، يبقى أنا جبت الـ purchases عبارة عن 70% من الـ COGS، ده قسمتها على 365 عشان تديني الـ average purchases. طيب يبقى أنا كده أقدر أوصل by division الـ 382 اللي هي الـ accounts payable، أدي 382 divided by الـ average purchases أنا جبتها من الـ income statement، إديني 95.4. لو أنا ما عنديش penalty على السداد المتأخر، طبعاً the longer the period، لكن لو عندي penalty، يعني إيه penalty؟ يعني أنا بيدفع غرامة لو أنا عديت الفترة المسموح بيها في فترات السداد. يبقى ده condition مهم جداً بالنسبة لي asset utilization ratio. يبقى بعد ما عملنا الـ average collection period والـ average payment period، نيجي للـ total asset turnover، ودي ratio إحنا لسه كنا عاملينها من قيمة شوية مع بعض في الـ profitability ratio. طب يعني ايه assets turnover؟ يعني انا بشوف السيلز اللي موجوده عندي divided by total assets how much it is. طب السيلز بتاعتي كام والtotal assets بتاعتي كام؟ total assets زي ما حضراتكم شايفين 3597. هاخد الاجمالي بتاعت الاصول واشوف الاصول دي بتمثل كام في الميه، كام في الميه من المبيعات؟ تمثل 85%. طبعا كل ما انا الاقي ان البروفيت بتاعي او السيلز بتاعتي نسبته بتزيد with respect to total asset the better. The higher the percentage the better. كل ما يبقى اعلى من الواحد كل ما يبقى افضل. كل ما يقل ده معناته ان الايرادات والمبيعات بتاعتي بتمثل نسبه منخفضه من اجمالي قيمه الاصول اللي موجوده عندي. طيب خلينا نراجع كده الـ asset utilization ratios اللي موجودة عندي. أنا عملت الـ sales divided the receivable. عندي طريقتين ممكن أعمل بيهم الـ receivable turnover. يا إما أخد الـ sales كلها وأعملها divided the account receivable وديني كم مرة، يبقى هنا 11 مرة أو 10 مرات. وطبعاً لو حضراتكم فاكرين إن يبقى الـ account receivable الموجودة عندي with respect to the sales هنا تديني how many number of times كم مرة in comparison to the industry. طبعا the faster here the better here. ليه؟ لأن أنا بقدر ألم فلوسي بسرعة بفترة قصيرة. طيب عشان أشوف محتاجة كام يوم، يبقى أنا ممكن أخدها by average daily sales. الـ average daily sales دي تقدر تديني كام يوم. يبقى أنا هنا الـ account receivable another example، خدت الـ account receivable with respect to the average sales ادتني 32 يوم. ده كده هنا كام يوم؟ 32 يوم. طب الاندستري بيلموا الفلوس بتاعتهم في كام يوم؟ 36 يوم. نيجي نروح للانفنتوري تيرن اوفر. والانفنتوري تيرن اوفر مقصود بيها ايه؟ عدد المرات اللي السيلز بتاعتي with respect to the inventory، عدد المرات اللي المبيعات بتاعتي with respect to the inventory. How many number of times؟ هنا 10 times and هنا 7 times. طيب أنا عندي مبيعات بنسبة 4 مليون والإنفنتوري اللي موجود عندي ب 370 ألف. ده معناته إن المخزون اللي موجود عندي قليل، وبالتالي هنا الإنفنتوري تيرن أوفر كل ما يبقى أسرع وعدد المرات أكبر كل ما يبقى أفضل بالنسبة لي. طب أنا أفضل من الإندستري اللي موجود عندي، يبقى هنا 10 أفضل من السبعة. Fixed asset turnover، لو جينا بصينا على fixed asset turnover هنيجي نبص على الاسيت بالذاتي with respect to the sales. Fixed asset هجيبها من البالانس شيت، السيلز بتاعتي هجيبها من الانكم ستيتمنت، واشوف ان المبيعات بتاعتي بتغطي الاصول الثابته 5 مرات. طبعا the higher the percentage the better in this example. طب الاندستري كام؟ 5.4. طب الاندستري افضل مني. نيجي نختم بقى بالتوتال اسيت تيرن اوفر. السيلز بتاعتي كام with respect to the total assets؟ 2.5. طيب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ السيلز with respect to the assets انا المبيعات بتاعتي 4 مليون والاصول بتاعتي 1,600,000. طب ده حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان انا الاصول اللي انا اشتريتها ديت قدرت تدر عليا ايرادات او تجيب لي ايرادات ب 4 مليون. يبقى ده higher the percentage the better. يبقى احنا كده لو نراجع مع بعض كده الـ account receivable overall the higher the better، الـ inventory turnover the higher the better، الـ fixed asset turnover the higher the better. يبقى كل دوت احنا بنتكلم في الـ utilization the higher the better، ما عدا الـ average collection period، الـ average payment period sorry، average payment period هي اللي تقدر تقول لي أقدر أحكم فيها على إذا كان عندي the shorter
ده بيتر امتى؟ لما بيبقى عندي بنالتي. طيب نكمل كده مع بعض ونشوف الفيكسد اسيت تيرن اوفر. فيكسد اسيت تيرن اوفر مقصود بيها السيلز ديفايدد الفيكسد اسيتس، ذا 5 تايمز ذا هاير ذا بيتر. توتال اسيت تيرن اوفر 2.5 ودي 1.5، يبقى برضه ذا هاير ذا بيتر. يبقى احنا كده عملنا التوتال ريشيوز بتاعه الاسيت يوتيلايزيشن. طيب نيجي نكمل مع بعض، نروح لليكويديتي ريشيوز ونبص على الكرنت ريشيو، وهي عباره عن كرنت اسيتس ديفايد الكرنت لايبيليتيز. كرنت اسيتس الموجوده عندي لو جينا بصينا في الكومباني هنا، جيت ادور على الكرنت اسيتس، اجمالي الكرنت اسيتس فين، توتال كرنت اسيتس بتبقى فين، ادي التوتال كرنت اسيتس 1,223,000. هعملها divided with respect to the current liability، يعني الأصول اللي عندي عندها قدرة تغطي liabilities ال current liabilities اللي موجودة عندي. طب ال current assets عبارة عن cash, market securities, account receivable, inventory. الفلوس دي كلها ك current assets تقدر تغطي قد إيه من ال current liabilities؟ هي تقدر تغطي ال current liabilities almost two times. So here the higher the ratio the better. طيب نيجي ناخد ال ratio اللي بعد كده ال liquidity ratio. هبص على current asset minus inventory، يعني أنا عايز أشوف الفلوس اللي أنا بقدر أوفرها سيولة أكثر سيولة. يبقى أنا هيك أبص على current assets minus inventory اللي موجودة عندي، current assets اللي موجودة عندي اللي هي 1,223,000، هشيل منها الانفنتوري 289، يديني إيه؟ يديني على طول ال differences between current assets minus inventory، أقارنهم بال current liability اللي موجودة عندي وأقدر أشوف السيولة اللي موجودة، الأكثر items أو أكثر بنود أقدر أسدد بيها الالتزامات اللي عليا المالية. كم مرة؟ مرة نص. و this is the very good, the higher the one the better. طيب نيجي نشوف بقى الكلام دوت عايزين نفهم منه إيه. لو إحنا شفنا ال questions اللي قدام حضراتكم، عندكم ثلاث شركات، تفتكروا كده أنهي شركة أفضل؟ طبعا احنا شايفين ان دال وهوم وديبون ولوي دول كلهم الثلاثه الكرنت ريشيوز بتاعتهم زي بعض، لكن لو جينا بصينا مين فيهم الشركه الافضل، مين الشركه اللي عندها قدره على عندها سيوله افضل، مين الشركه اللي تقدر تسدد الالتزامات بتاعتها اكتر، هنلاقي ان شركه دال اكتر. ليه؟ لان الكويك ريشيو دي بتعكس لي اذا كان في مخزون كبير جدا ولا لا في هذه الشركه، عشان كده بالنسبه لنا الكويك ريشيوز ات ويل بي بيتر فور دال. طيب نيجي نبص بقى نقدر نعمل تقييم ما بين اداء شركتين او ما بين كروس سكشن زي ما احنا متعودين. عندنا ساكسون كومباني اند اندستري افريج، فانا عندي كرنت اسيت وكرنت لايبيليتي، وعندي هنا الكويك ريشيوز اللي موجود. طيب لو جينا بصينا كده هنا لقينا ان الكرنت ريشيو تقدر تقول لي ايه، تقول لي ان انا عندي اصول كفايه وعندي كرنت اسيتس اللي موجوده عندي تقدر تسدد الكرنت لايبيليتي almost 2.6. طب والشركات الأخرى والإندستري 2.1، طبعا أنا أفضل طبعا، the higher the one, higher than one it is better. طب الكويك ريشيو، لو جينا بصينا بقى الفرق ما بين الكرنت ريشيو والكويك ريشيو، هنلاقي إن الكويك ريشيو مالها، هتلاقي إن الكويك ريشيو فيها هنا المخزون. طيب ليه هي بقت أفضل قوي بنسبة كبيرة؟ لأن المخزون بتاعها كنسبة أقل من الإندستري. So here هنلاقي إن أنا عندي 1.43 also أفضل من الإندستري. يبقى الشركة في الليكويديتي ريشيوز هنا كان ميت هير أول أوبليجيشن، وبالتالي at its due time، يعني ما بقاش عندها مشكلة في سددات السيولة الموجودة عندها، يبقى دي الليكويديتي ريشيو. طيب نختم بقى المحاضرة بتاعتنا بالديت ريشيوز واليوتيلايزيشن ريشيوز، ونشوف بقى قدرة الشركة على إدارة المديونية بتاعتها والسياسة بتاعتها. عندنا هنا ثلاثة ريشيوز مهمين جدا جدا عشان نقدر نقيم أداء الشركة في إدارة المديونية. debt to total assets، يعني الدين اللي موجود عندي، عندي مديونيه او عندي قروض او عندي التزامات ماليه ب 600,000، واجمالي الاصول اللي موجوده عندي في البالانس شيت 1,600,000. طيب يبقى المديونيه دي بتمثل كام؟ 37%. طب الصناعات الاخرى الاندستري الثانيه بتمثل كام؟ 33%. طبعا انا النسبه بتاعتي اعلى. طبعا the lower the ratio on the debt it will be the better، نفتكر كده the lower the better. طيب يبقى دي اول ريشيو بتقول لي نسبه الدين من اجمالي الاصول. نيجي الرقم بعد كده رقم 12، equation number 12 أو المؤشر رقم 12 time interest earned. التايم interest earned هنا يبقى الـ income before interest and tax، الفوائد اللي عليا income عندي الموجودة عندي الـ before الـ interest and tax، الفلوس اللي موجودة عندي قبل ما أخصم الفوائد وقبل ما أخصم الضرائب تمثل كام؟ تمثل 550. طب الفوائد اللي عندي كام؟ 50.
ألف. طيب ده يبقى أنا عندي الدخل بتاعي يقدر يسدد كم مرة الفوائد؟ 11 مرة. ده معناته دي حاجة كويسة جدا، يعني أنا لما أسدد ال 50 من ال 550 هيبقى عندي 500، يعني عندي قدرة إن أنا أسدد هذه الفوائد. The higher the times the better. طب الإندستري كام؟ 7 مرات. The higher the ratio the better. نيجي نبص على آخر ريشيو عندي اللي هي الفيكسد تشارج كفرج. اللي بنقصد بيها إيه الفيكسد تشارج كفرج؟ الإنكم بيفور فيكسد تشارج والتاكسز والفيكسد تشارج. هاخد بصة كده مع بعض على 600 ألف دول. الإنكم بيفور فيكسد تشارج أند تاكس. عايز أشرح فيكسد تشارج مقصود بيها الشركات بتقدر تبقى عندها فيكسد أوبليجيشن. فيكسد أوبليجيشن زي مثلا زي التاكسز زي الليز، دي بنسميها كده فيكسد أوبليجيشن. طب الفيكسد أوبليجيشن بتاعتي كام؟ إحنا كنا قايلين هنا 600. Income before fixed obligation، ده بقى الدخل بتاعي before the fixed obligation. طب والفيكسد تشارجز بتاعتي كام؟ 100,000. لو انا جيت بصيت ال 100,000 ديت اقدر اسددها ولا لا؟ كل ما يبقى عندي percentage بتاعت الفيكسد تشارج عاليه كل ما تبقى افضل. Income before fixed charge and taxes. نعيد تاني، يبقى fixed charge coverage means the firm ability to meet all its obligation rather than mean than interest payment alone. الـ income before الـ interest and tax، أدي الـ income بتاعي 550، الـ lease بتاعي 50، يبقى الـ income before الـ fixed charge كام؟ أدي الـ fixed charge بتاعي 600. طب الـ fixed charge اللي موجودة عندي كام؟ الحاجات الثابتة اللي أنا هسددها اللي هي زي الفوائد على سبيل المثال fixed charge بتاعتي وحاجات أخرى ثابتة، يبقى كام مرة؟ يبقى 6 مرات. طيب بعد ما خلصنا الـ debt ratios نقدر بقى السلايد اللي كانت موجودة عندنا في الأول نقدر نحكم على أداء هذه الشركة. لو انا عندي شركه هنا في البروفيتابيليتي ريشيو 5 وهنا 6، طبعا دي اقل من الاندستري، يبقى ده هاير ذا ريشيو ده بيتر. ريتيرن اون اسيت 12.5 وهنا تاني يبقى اباف افريج ديو تو هاي تيرن اوفر. هنا 20% وهنا 15 اتس جود ديو تو ذا ريشيو نمبر 2 اند نمبر 11 اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه. يبقى انا كده قدرت اقيم البروفيتابيليتي بتاعت الشركه. Asset utilization هنلاقي ان account receivable turnover 11 times. أنا أعلى من الشركات الأخرى أو من الإندستري. So it's good. Average collection period بلم الفلوس بتاعتي in a shorter time وأنا أفضل من أداء الشركات. So the shorter the better. Inventory turnover the higher the better. وأنا أعلى من الإندستري 10 أكبر من 7. Fixed asset turnover it is 5 والإندستري 5.4. Below average أو below the average of the industry ده المقصود بيه. Total asset turnover 2.5 والإندستري 1.5. So I'm a better. So here we can conclude on the asset utilization that they are good in managing their assets. Liquidity لو جينا بصينا طبعا the higher than one the better، لكن لقيت إن أنا عندي two ratios أنا أعلى من الإندستري so my good. لو الريشيوز دي أقل من الإندستري then my performance is less. جينا نبص على الديت يوتيلايزيشن اللي هي 37% والاندستري 33%، يبقى انا يعني النسبه بتاعتي اعلى شويه سلايتلي مور ديت، عندي نسبه ديم اعلى شويه من الاندستري نورم اللي موجود. طيب تايم انترست اند، هل انا عندي قدره لسداد الفوائد الموجوده؟ عندي قدره اكتر من 11 مره ان اسدد هذه الفوائد، ودي نسبه اعلى من الاندستري ابس. الفيكسد تشارجز 6 وانا عندي الاندستري افريج 5، يبقى انا برضه افضل. ايه ده احنا كده خلصنا البروفيتابيليتي ريشيوز. يا رب تكون استفدتوا وانتم موفقين دايما. جود لك، نجيب انكم ستيتمنت وبالانس شيت ونقدر نعمل كومنت على الاندستري. ثانك يو فور واتشينج.